بعض من هالمحلات التجارية اللي كونها المدنيين، ترى بعض النظام اتباعهم سياسة الأرض المحروقة بوسط المدينه بالأسواق، الأسواق جميعها تسكرت، المحلات اللي داخل الأسواق إما احترت بضاعتها وإما انسفقت من قبل شبيحة النظام. فنحن بنشوف المدنيين كونوا عبارة عن سوق صغير، هي عبارة عن محلات صغيرة معمرة المحلات من بعض الحدائق، حاولوا يكونوها ويأسسوها كسوق، ولكن النظام ما اكتفى بتدمير السوق الأسري، السوق المديني، الساعة الجديدة والساعة القديمة، ما اكتفى بدمره ودمار مكاتب حواليها محلات تجارية، تم عم يطارد المدنيين حتى وصل هون. اتمنى شايفين أن يقصف هالمحلات. هاي السياسة اللي عم يتبع النظام من البداية، من بداية الثورة النظام يتم يلاحق المدنيين من مكان إلى آخر، عم يرتكب مجازر. وهي متمنى شايفين دمار عدد من المحلات اللي تكونها وأسسها المدنيين.